السلام عليكم حبيباتي سلام يا الزينات يا الغاليات مرحبا بكم معايا في هذا لا الجديد ان شاء الله تلقاكم بخير تلقاكم مهنيين لا تاع النهار اليوم متنوعه وفيها بزاف النشاط والحيويه دونك ان شاء الله راح تحفزكم باذن الله قبل ما نشوفوا كل التفاصيل نصلوا ونسلموا مع بعض على الحبيب المصطفى ما تنساوناش حبيبات قلبي اول حاجه هنا مع الصبيحه كيما شفتوا هذه نهار الجمعه الصباح كنت سبقت قبل فلاتاي درتو راه يطيب ومن جهه واحدة اخرى هنايا يعني رايحه ندير لهم لي ما كانت عندي حتى حاجه هاد الوصفه البنات غير احتفظوا بها لانها من انجح الوصفات واللي ما نستغناش عليها في الريسيبيون ديالي حطيت ثلاثه حبات بيض يكونوا في درجه حراره الغرفه نديروا عليهم رشه ملح مغرفه صغيره تاع لافاني نضربوهم مع ثلاثه مغارف تاع سكر يكونوا كبار ونخلطو هكذا بالفوي اليدوي وعندي هنا البنات نص ريت الحليب 500 ملل وعندي 250 غرام تاع فرينه كيما راكو تشوفوا معايا راني نزيدهم بالتناوب يعني مره ندير فرينه درت قبل في الاول نص الكميه تاع فرينه اللي هي كاس آه حوالي 125 غرام ومن بعد زدت نص الكميه تاع الحليب وخلطت وبعد بعد زدت آه يعني الكميه اللي بقات لي كيما قلت لكم زيدوهم بالتناوب هكذا بهذه الطريقه راكم رايحين تحصلوا على خليط سائل يكون متجانس خالي كامل من هذوك الحبيبات يعني اسهل طريقه ولا تحبوا ديروا هذا يعني كامل المقادير في البلاند تاني راح تمتم توجدوا الخليط تاع لي ديالكم في الاخر كامل البنات نزيدلو تلاتة ثلاثه مغارف تاع الزيت آه ونخلط فوالا هاو القوام ديالنا يكون شويه خفيف هنا سخنت شويه قبل الكريبيير ديالي ومن بعد حطيت فيها قيس غرفة في هكذا تاع الخليط وحطيتها طيب في نفس الوقت لقيت هذاك الماء ما كتشوفو تشوفوا رفد الغليه رميت الكميه تاع اللاتي اللازمه اللي بعد ما غسلته مليح مليح وخليته يطيب لاتاي البنات نقصلو كامل للنار يعني طيب على نار قليله قليله اللي حوالي هكذاك عشرين الى 25 دقيقه هذاك آه الوقت راني نكمل في هذوك لي كراب كيما معايا كيما قلت لكم البنات هذه الوصفه يعني من انجح الوصفات وما استغنش عليها كامل لانه صدقوني عمرها ما خيبتني ولا يعني ما مدت لي نتيجه مش مليحه اليوم درناهم بالذوق تاع لافاني تقدروا تنقصوا من الكميه تاع الفارينة حوالي زوج مغارف كبار وتعوضوها ببودره عفوا بلا بودره تاع لو آه راح يجيكم بالذوق تاع الشوكولاتة تاني جو بزاف بنان بالنسبه للافارس كما كنتو كانت عندي حبه بنان و دا لازم طبعا شوكولا تارتيني اوبتيلا آه كما شفتوا معايا حطيتها انا قدام الفرن وتما قدام لك كريبيير هذيك باش تقيسها شويه سخانه وتجيني سهله باش ننطليها ولا يعني تقدروا تحطوها في بول تدخلوها الميكرووند ولا تسخنوا البطا ديالكم في شويه تاع ما سخون هكذا راهي رايحه تنطلق ونقدروا هكذا يعني نمشيوها بكل سهوله حبه باناني يعني طاحت فيها البركه الله يبارك كفاتني كامل باش نحشي هذه الحبات تاع خب واذا كان ماشي متوفر ندير لهم برك شويه شوكولا ولا شويه تاع لا يكون متوفر عندكم يعني راح يجو بنان اهم شيء وهو البنات هاد الخليط هذا ولا الوصفه اللي لازم تحتفظوا بها بعد ما كملتهم كامل شكلتهم دائما على نار تكون قليله نعاودو نسخنوهم هكذا كامل البنات آه راح يعطيكم ولا هاد الخطوه هادي راح تمدلنا لنا واحد آه القرمشه هايله في لي كريب هكذا بعد حطيتهم في طبق التقديم كيما يعني من اسهل الوصفات انا صبح هكذا كي تتلفلي عندي ندير يا يا بان يا وسمو هذاك اللمبسس تاع الطاجين يعني من اسهل الوصفات اللي ما نستغناش عليها كي تكون ما عندي حتى حاجه سوا صباح ولا العشيه آه نحام ليك من الفوق من بعد كنت خديت شويه اوبتيلا أه درتها في اون بوش ودرت بيهم خطوط من الفوق زينتهم هكذا مع رشه تاع الجوز تبقى أه خطوه اختياريه راح يعطي لنا قرمشه بزاف هايله ميم تقدوا لداخل يعني اي شيء يكون عندكم وهاوليك الشكل ديالهم البنات تجاو يشهوا شهيتكم في الجنه حبيبات قلبي لا تي صفيتو خلطتو شويه لعبت به شويه حتى دار هذيك لاموس وهاوليك هنايا كيما كتشوفوا واللي حبت الوصفه يعني مضبوطه راني يعني دائما نخلي لكم رابط فيديو تاع طريقتي في تحضير الشاي في صندوق الوصف ودوكا في الاخر ما بقى لي برك نوجد لهم الطاوله وهنا ما تصوروش الفرحه تاع ولادي كي نادو الصباح ولقاو هاد لي كريب واش لكم آه طاروا من الفرحه ان شاء الله نتوما تاني تجربوهم بهذه الطريقه وتفرحوا بهم وليداتكم ونزيد ناكد عليكم آه جربوا الوصفه واحتفظوا بها واكيد يعني كاين بزاف متتبعات وفيات ام يعرفوا الوصفه هذه لاني شاركتها معكم من قبل وهذه هي انا والمسيو خدينا لاتاي والدراري درت لهم الحليب ومن قبل ما نبدا شغلي حبيت نشارك معكم هاد الاله البنات لا انزو هاد الماركه العالميه الايطاليه يعني هاد الاله من كل قلبي نتمنىها تكون في جهاز تاع كل بنت في جهاز تاع كل عروسه وان شاء الله تكسبها كل مره لانها فعلا راهي رايحه تعاونك بزاف بزاف اولا راح تخليك تربحي الوقت يعني راح تخليك تستغناي على الذهاب صالونات الحلاقه آه، وكرايحة توفري دراهم وتوفري الجهد تاني المليح آه، فيها انه البنات يعني سهله بزاف الاستعمال ديالها ويعني تصلح كامل آه للجسم فوالا البنات راح تشوفوها معايا هاي اللي هنا القطعة الرئيسية ديالها بهذاك اللون الجذاب لون غاز بالبلون بزاف شابة آه، حتى يعني في طريقة الاستعمال تاعها بخاتيك بالبزاف راكم تشوفوا فيها معايا تجي فيها البنات أربعة رؤوس دونك هادو ما يتبدلوا راكم يعني نحوهم بكل سهوله ونرجعهم بكل سهوله كيما هذا تاع الوجه هذا البنات تاع الجسم آه فيها زوج بالنسبه للجسم كاين هذا تاني آه فيها تاني واحد القطعه ما شاء الله البنات هاي لك هذه هي هنايا هذه تصلح باش نحو بها الجلد الميت اللي يكون في اليدين ويكون خاصه في الرجلين في لي في كامل هايله يعني ما شاء الله وفيها هذيك لابتيت تبغص باش نقيوها بها هاد الاله هذه البنات تتشارجا كما راكم تشوفوا معايا اه نقدروا نشارجيوها لمده ساعه وراكم رايحين تخدموا بها لحوالي 40 دقيقه بدون توقف يعني صدقوني تشد لها شارج يعني من اروع ما يكون عن تجربه البنات جي فيها هاد العفسه هذه اللي يمكن نحكو بها الرجلين يعني ولا يعني نقدر نستعملوها في اه للارجل و اه هنا كيفاش نثبتوا هذوك الرؤوس البنات يعني طريقه سهله عمليه هذه الاله البنات اللي نزع الشهر آه إيزو الايطاليه هذه آه نقدروا نخدموا بها تحت العين تقدر تديها معاك للحمام آه ولا في الدار يعني تحت العين كما تقدري تخدمي بها هكذا على الناشف مثلا تكوني مزروبه عندك خرجه هكذا ولا يعني ما كلا كيما يقولوا آه الماء ولا هاي لا بخاتيك بالبزاف هذا هو الشيء اللي عجبني فيها واللي عجبني فيها بزاف بزاف انه تشد لا شارج وحاجه تاني اللي عجبتني انه البنات يعني ما تديش بزاف مكان كيما يقولوا حاجه صغيره ومحاينها كبار وحاجه اوتيل يعني حاجه اللي ما نقدروش نستغناو عليها وكي ندوها معانا في لي فواياج ولا كنا رحنا في الكاش بلاصه ولا ما تديش كامل مكان يعني ديها داخل الصاك ما تديلكش كامل بلاصه هذه هي القطعه اللي قلت لكم اللي تقضي على الجلد الميت هايله بزاف بزاف سورتو اللي عندهم الجلد الميت في الارجل راهي بخاتك بالبزاف وتخليكم تحصلوا على ارجل ناعمه المليح فيها تاني البنات هذه مع الوقت كي تستعمليها عده مرات راهي رايحه تنقص لك الشعر لانه تنحي الشعر من الجدر وبعد ما تكملي بها كامل ديريها داخل هذا دا لو ساك اللي يجي معاها كما قلت لكم وتحطيها في الساك ما شريحه كامل تدي لك المكان بالنسبه للبنات للسعر ديالها هذه كانت دير 650 الف وكي تقول لهم جينا من عند سميرة دي يحسبوها لكم 600 الف وارقام الهاتف هم لك هنا راهم امامكم البنات راح يوصلوها لكم حتى باب الدار وين ما كنتم وان شاء الله ربي يقدركم وتكسبوها هنا من بعد البنات نط شغلي بعد هذاك لاتاي آه بعد هذيك الجرعه تاع النشاط آه سبقت قبل في لي كيما كنت تشوفوا معايا درت شويه من هذاك الجل آه الجد مركز تاع ستيك لي مانيش نستغنى عليه آه اللي راهو بالعطر تاع الصنوبر ريحت ريحته ريحه الانتعاش ويقضي على الاوساخ على ليدام وين ما استعملناه سواء في الصال دو ولا في ولا في الكوزينه ولا حتى في التسياق راني نستعملو في التسياق البنات ما نيش نستغنى عليه ثاني هايل ودي فوا كي نستعملو ما نحتاج حتى نستعمل سانيبون ولا لافسول ولا على خاطر يرغون ما شاء الله كيما شفتو هنايا كيفاش يرغون وثاني يعني يقضي على الاوساخ على ليدام وكامل هايل بزاف بزاف بزا. وراهو اقتصادي يعني هذيك الباطا أه من عنديش عندها شحال وهي عندي ما حبتش تخلص صدقوني ما تخلصش سورتو هذيك تاع كيلو يعني راكي رايحه تقتصدي بزاف بزاف وراح يخليك تستغناي على شحال من دي برودوي وواحد اخرين ديترجون أه مقبل ما نكمل شغلي البنات انا نحب تاني نسبق في الفطور هكذا باش نتهنى منه باش كي نكمل كامل شغلي تكون عندي لقمه طيبه سورتو نهار الجمعه كيما يعني كامل العائلات الجزائرية نحب نديرو هكذا أطباق تقليدية الكسكس طعام رشتا شخشوخة ولا مهم حاجة اللي تلم عليها العائلة هاد اليوم كيما كتشوفو درت مع انا طعام درتو مرقة حمراء بالخضرة تاع دوكا هايلة تشهي لفت زرودية القرعة درت فيه اليوم درتو بالجاج أه ما بيت الطعام تاعي راهي طيب دونك يد منا ويد منا هكذا باش نقدر نكملوا شغلنا سورتو نهار الجمعه نهار الجمعه انا جينيرالمون يعني ما نحبش نخدم الشغل الكبير كبير مي لازم يعني كيما يقولوا نجوزوا على الاقل وين يشوف احمد هنايا كانت الباب تاع لا تاع الدراري اكو تعرفوا مع الدراري وكامل فيها شويه ليطاش خديت ثاني هذا ستيك البنات المتعدد الاستعمالات اللي يصلح ننقيو به العديد من الاسطح بلا يعني تزرزيق بلا تشماخ بلا رغوة ولا والو وين عندك طاشه هكذا تشديه وتنقي بخاتك هايل 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 هذا نصحكم به البنات تجربوه سورتو دوكا مع ني تاع رمضان وكامل راح يسهل عليكم سورتو اللي ما تقدرش بزاف للميناج ولا لهذاك تزرزيق وتشماخ وكامل راح يعاونك بزاف بزاف هنايا بعد ما كملت اسبيريت ويعني قضيت على كامل الغبره دوكا حنجوز نشاف اعزكم الله يعني راني رايحه نزلزق شويه برك الهول هنايا لانه كيما يقولوا هذا هو الممر ولا الرئيسي ويعني الدخله تاع الباب وكامل وهنا تاني وين عندي طابله وين ناكلو على بالكم يتوسخ بزاف بزاف بزا دونك نحب هكذا مره على مره دو فوا تخوا فوا نزلزقو هكذا شويه كما قلت لكم دائما في السياقة نحب نستعمل تاني ستيك هايل آه يقضي على الاوساخ ما الارض شاهبه ويبعت يبعث واحد غير صدقوني يعني ما شاء الله وراه اقتصادي في لو ديالو هنا كيما كنت تشوفوا شوفوا البريق اللي يعطيهولي بعد ما آه يعني آه حكيت كامل الارض دي لازم هكذا نحكو بالبالي باش نقضيو على هذوك الاوساخ اللي تراكم في هذيك لاباط بين لا دال دو سول وثاني هكذا يعني دي سيق هذا يعني يمد بريق هائل ويمد واحد نقام ما شاء الله ممكن سيقوا هكذا بطبع الدار نحسها تبقى يعني نقيه فوالا هذه هي بعد بعد هنايا خلاص بعد ما كملت شغلي هاوليك هنا الطعام كان طاب دوكا ما بقالي برك نوجد لههم بالجمعه تاني نحب هكذا ندير الطاوله يعني تكون مليحه تكون بريزونطابل كما قلت لكم اللي تتلم عليها العائله أه درت هاداك الدجاج في الوسط هذيك الخضر دائما اكو شفتو لا تعودتو دوك على الطريقه ديالي نحب نرميها داخل المرقه هكذاك صحيحه حتى الطيب ومن بعد باش نقسمها ونزين بها الطبق ديالي هكذا تبقى محافظه على الشكل ديالها خاصه اذا كان عندنا ضيوف وهذه الطريقه نقدروا نديروها ماشي برك مع الطعام مع كامل يعني الاطباق التقليديه ديالنا اللي تجي فيها الخضر هكذا وشوفوا هذيك المريقه جات تشهي جات ما شاء الله مع الخضره تاع دوكا اللي راهي طريه راهي تشهي نقول لكم في الصحه شهيتكم في الجنه خياتي كانت هدية هي وجبه الغداء ديالنا ودوكا رايحه نشارك معكم طاولة تاع العشاء اللي تقدر تصلح حتى طاولة رمضانية طاولة صحية بلا فخيتوز دوك على بالي بزاف منكم اللي راكو كسبتوهم أه تحبوا بزاف تاع الافكار هكذايا اللي أه باش ديروها في هاد لافخيتوز كيما شتو البنات شويه الفلفل أه راهي من جهه واحده اخرى هنايا عندي اجنحه تاع الدجاج راني نتبل فيهم درت لهم شويه توم بودره اعشاب عطريه مغرفه صغيره تاع تاع العكري أه الملح فلفل الكحل وتوابل خاصه بالدجاج خلطهم مليح مليح ودرت لهم البنات شويه تاع زيت الزيتون هذيك زيت الزيتون تخلي هذيك التوابل تلصق في هذوك الاجنحه هذاك الفلفل كيما شفتوا البنات هاوليك بعد حوالي عشر دقائق راه وجد راكو شفتوا معايا يعني هكذاك هو سخون مباشره كي نخرجو من لافريتوز راه يتقشر بكل سهوله هنا مباشرة يعني دايما أنا كي نستعمل لا لابخي... عفوا نبروفيتي هكذا باش يعني ما بد هي راهي سخونة وناني نوجد في كل حاجة على ضربة ما بد كل الأجنحة راهم تاني يتشوا والداخل هنا خديت هاديك البطاطا اللي تكون الحجم ديالها صغير هاديك بلا ما نقشرها غسلتها برك مليح مليح قسمتها على زوج وتاني حتى هي تبلتها درت شوية زيت الزيتون أعشاب عطرية شوية توم بودرة شوية تاع العكري وشويه ملح وشويه تاع فلفل الكحل خلطتهم مليح مليح قشرت هذاك الفلفل وهنا تاني راني ندير اون سوب تاع الكابويا اللي نموت عليها يعني اون سوب صحيه درت كابويا درت زروديه حبه بطاطا مرسو برك صغير تاع الجاج درت شويه بصل والثوم ملح فلفل الكحل قزبر مرحي وخليتها تتقلى من جهه واحده اخرى هنا البنات في المقله كنت قليت شويه بصل كي دبل هذاك البصل طفيت عليه النار رميت عليه بطاطا اللي كنت تاني فورتها زدت قطعه تاع الجبن هذه البنات لا فارس باش ندير بها البوراك في نفس الوقت هنا كنت نطل على هذاك الجاج اللي كنت مره على مره نقلبه هكذا باش يطيب من جميع الجوانب وهاي ليك النتيجه هنا شوفوا البنات خداو الوقت تقريبا حوالي هكذا ربع ساعه وكانوا هاد الاجنحه طيبين محمرين مشويين كي ما يحب الخاطر خرجوا يشهم يعني الجاج داخل لافريتوز يعني ما تصوروش البنه ديالو واكيد اللي عندهم لافريتوز راهم تجربو الدجاج فيها يعني يجي روعه 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 هنا لا كانت تقلات ثاني راني مرقتها دونك كيما شفتوا يد منا يد منا هكذا باش نلحق ندير الطاوله تاع عشاء هنا شوفوا بعد ما نحيت هذوك الاجنحه هذاك الليدام دام كامل هبطل تحتها درت لها غابي غابيدمون نشفتها بابي وهاي اللي راهي ولات تشعل هذيك لا هنا بعد مباشره رميت هذيك البطاطا درت لها هنا البروغرام أكو تشوفوا درت لها 200 درجه اه والوقت درت لها أربع ساعه نقول البنات ان شاء الله راكم تتبعوا معايا ان شاء الله مانيش يعني ما خلخلتكمش هذيك اه هاديك لا فارس تاع البوراك البطاطا وكامل لها معدنوس زدت لها الطن. قطرتو من الزيت ديالو وزدت شويه بصل مقطع رقيق ونديرو تاني ملح وفلفل كحل هاد لافاص نقدروا نديروا بها البريك كيما نقدروا نديروا بها البوراك العادي ولا درتو بريك كاري وكسروا له حبابط انا درتهم هكذا اليوم على شكل مثلثات هكذا بهاد الطريقه اليوم نبدلو شويه وانتم تحبو كي تحبوا تحبوا كيما قلت لكم ديروهم بريك تحبوا ديروهم اصابع ولا هكذا مثلثات في نفس الوقت لاسوب هذيك راهي طابت راني ميكسيتها دوكا لا تاعي راهي واجده ما درت لها حتى حاجه البنات ني فخوماج ني لا كريم فريش حبيت تكون اه صحيه نقعد ان شاء الله دائما في الصحي في نفس الوقت البطاطا هاي اللي كراهي طابت اخترت لي الوقت اه هكذاك 17 دقيقه بعد ما اه طليت عليها بعد ربع ساعه لقيتها شويه مخصوصه زدت شويه اه الوقت زدت دقائق وشوفوا معايا النتيجه والله تقولوا طابت في الفرن جات روعه 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 والبنة ما نحكي لكمش هنا يا هذا كل البورك اه رشيتو برشة خفيفة تاع الزيت لي ما يحبوش يستعملوا الزيت يعني تقدروا تنحوا كامل الزيت وشنو هاد الرشة تعاوننا باش يعني يتحمروا لنا في وقت قصير ما يطولوناش داخل لافخيتوز وهم ليك كتشوفوا معايا بعد ما تحمروا يعني لا فريتوز ما تتمدناش هذيك التحميره كيما نقلوهم ولكن راهي رايحه تخلينا نستغناو على كميه كبيره تاع الزيت وتاع القليان وتاع التمرميده تاع القليان والشياط في في الكوزينه هذه هي البنات لا فريتوز اللي استعملتها كشتوها معايا من قبل وراني فرحانه بزاف راني نعاود نشاركها معاكم على خاطر فريتوز بزاف هايله وحجم عائلي اكوشتو مكتوب في الكرتونه ديالها 10 لتر ولكن انا جبد ربي ترفد حوالي 12 لتر شتوها لداخل يعني واسعه الله يبارك آه يعني اكوشتو فيها 8 تاع البرامج والشكل تاعها بزاف شباب لوحه التحكم ولا الشاشه الرقميه ديالها هاي اللي كانت تجي من الفوق مع كامل البرامج شكل انيق يعني من اجمل لي فريتوز اللي كانوا يعني شاركتهم معاكم عندها هنا هذوك اليدين هنايا في لي دو كوتي هكذا تشعل الضوء تطفى لداخل لاكو شتو معايا نعبزو هاديك القفلات تفتح نشوفو هنا لداخل كيفاش دايره شغل الزجاج شوفوا هاديك المروحه تاعها تجي هكذا مشبكه راهي تشعل الضوء لداخل يعني كي تكوني حاجه ماشي كل مره تحلي لا ديالك كي تشعل الضوء راكي رايحه تشوفي هذيك الحاجه واذا كان طابت ولا لا لا وهكذا لا فريتو تاعك راح تبقى يعني دائما سخونه وهذا هو الشيء اللي يخليها طيب في وقت قصير هاكو شتو لا تاعها هذيك شغل طنجره راكم تشوفوا يعني كبيره في الحجم وحاجه ما تلصق فيها راهي مانعه الالتصاق والداخل راهي كامل اينوكس هذه البنات وفرتها لنا لا باج دايره تخفيضات هائله ورائعه بمناسبه شهر رمضان الكريم هذه البنات كانت دير 3 ملايين و700 لا باج الكترولكس راهي متواصله دائما مع التخفيضات راهي دايرتها 3 ملايين و150 الف والتوصيل راهو مجاني واحد السعر البنات ما تلقاوه في حتى صفحه وفي حتى مكان يعني أقول على بالكم لي سورتو لي فريتوز راهم زادوا بزاف السعر وهذه راهي بسعر امباتابل كما قلت لكم ما, ما تلقاوه في حتى مكان بالنسبه للبرامج خياتي فيها 8 تاع لي بروغرام مع البرنامج تاع ميكرووند اللي هو التسخين ولا ديكونجليو وحاجة فيها الوقت وعدنا الخاصيه تاع كل برنامج نقدر نعدلو فيه يعني في الوقت ديالو كما تشوفوا معايا هنا نزيدوا وننقصوا في الوقت ونزيدوا وننقصوا في درجه الحراره كيما نحبوا كيما شتو ميم طياب يعني ما شاء الله فخيتوز راهي بسعر حصري الكميه البنات راهي جد محدوده اللي أه مازال ما شراتش فخيتوز قبل هذا رمضان وحبت تستمتع باكل صحي وحبت تقتصد في الزيت خاصه مع الازمه تاع الزيت وكامل سورتو البوره كاكو تعرفوا شحال يرفد الزيت وكامل وشحال يمرض كي يكون هكذاك مقلي بزاف ناس تمرض في شهر رمضان الكريم غير من القليه مع لا فخيتوز راكي رايحه تهني من تقتصدي في الزيت تهناي من الشياط راكي رايحه تستغني ثاني على الفرن ودوكا البنات في الاخير ما بقالي لي برك نشارك معكم الشكل تاع الاطباق والطاوله تاعنا اللي كيما قلت لكم تقدر تصلح طاوله رمضانيه طاوله صحيه بمختلف الوصفات فوالا دونك البنات عندنا هذيك البطاطا المحمره اللي درناها ومم الا كان درتوا لي البنات كشتوا معايا يعني في الفيديوهات السابقه درت فيها لي فخيت وكامل يعني تجي هايله لي فخيت تاعها في عشرين دقيقه وهادو ولا عفوا البطاطا هذه المحمره ثاني يعني, يعني, صدقوني البنه تاعها من اروع ما يكون والله يعني مولا بيتي طاح عليها الجيش تاع الثاني جا هايل جا الشهي أه وصدقوني يعني ما تبلتوش يعني كيما يقولوا بوقته كامل وجا روعه الوغ لا يعني لو كان تبلوه ساعه ولا زوج سوايع ولا ليله من قبل راح يجي من اروع ما يكون ويعني يعني شفتو ما كامل الزيت ميم الزيت اللي درتها كانت زيت الزيتون يعني اطباق صحيه لا تاع الكابويا اللي تجي تشهي لي يعني مليح نتناولوها مره على مره مليح نديروها تاني في رمضان يعني باش نقصوا علينا لاسيديتي الطوماطيش كامل راهي صحيه والبورك اللي جا من اشهى ما يكون كنت تسمعوا القرمشه على المباشر البنات عملنا مع بعض بوراك صحي مقرمش يجي هايل تاني جربوا البنات الوصفه هذه تاع ولا هذا لا فارس يعني راح يجي بزاف بنين ممكن تعوضوا هذاك الطون بالدجاج تاني والدجاج تاني بلا ما نحكي لكم ونقول خيتي خياتي ربي يدوم اللمه والنعمه علينا وعليكم نقولكم لكم حبيبات قلبي شاهدكم في الصحه شاهدكم في الجنه كانت هذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا ما تنساونيش بجام حبيبات قلبي شجعوني بكومونتير شباب نقولكم احبكم في الله في امان الله